حاليا الملاحظ هو انه المستهلك المغربي مازال ما وصلش لواحد الدرجه ديال الوعي اللي هو تمكنوا انه يتعامل مع الادوات الرقميه اولا وعاد ويتعامل بهذه الادوات الرقميه في التمويل التمويل الرقمي. اذا الهدف من هذه الندوه هذه هي اننا نكونوا كمستهلكين واعون بواحد الحقوق ديالنا وكذلك نبحثوا على مكامن الضعف في هذه السلسله ديال التمويل الرقمي خصوصا في المغرب، لانه كيف ما كتعرفوا هذه الندوه هذه الموضوع ديالها هو التمويل الرقمي العادل، وهذا الموضوع هذا ما جاش اعتباطا ولكن هو موضوع اللي منظم من طرف الجمعيات المستهلك على نطاق العالم ككل. فالمنظمة العالمية للمستهلك هي اللي كتقوم بهذا العمل من بعد دراسات اللي قمنا بهم واللي ساهمت فيهم كذلك الجامعة الوطنية لجمعية المغرب. فالمهم هو أننا اليوم خرجنا بواحد العدد كبير بالمعلومات، اليوم خرجنا بواحد العدد كبير من التوصيات اللي يمكن نعملوا بها. مع الأسف الشديد كنا كننتظروا أنه يكون هناك الطرف الآخر اللي هو كيمثل المهنيين وكذلك السلطات ديال المراقبة أو الوصاية في هذا الميدان هذا، ولكن مع الأسف الشديد رغم استدعائهم لم يلبوا الرغبة. هذا كيخلينا أننا نتسألوا واش احنا كمستهلكين وموردين كنعملوا يد في يد أو لا أننا كمستهلكين حنايا ملزمون أننا نشوفوا الرغبات او نطبقوا الرغبات ديال بعض الموردين. كنظن بهذا الوقت هذا بانه راه فات، بان هذا الوقت هذا ما بقاش متاح للموردين الحاليين. فالمستهلكين المغاربه يوما بعد يوم كيعرفوا الحقوق ديالهم، وحنا غنبقاو دائما ساهرين على انه هذه الحقوق هذه يعرفوها ويعملوا بها ويتعاملوا بها ويدافعوا على نفسهم بها. والقطاع البنكي من 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 القطاعات اللي عندنا فيها مشاكل للتواصل معهم، لانهم هما ما كيفتحوش صراحه للجمعيات المستهلك ابواب النقاش والتفاهم، رغم اننا الهدف ديالنا هو انه يكون عندنا مستهلك راضي بخدمات المورد ديالو، والمورد كذلك يكون في أريحية مع بالعمل ديالو مع المستهلكين. شباك المستهلك كذلك هو الدور ديالو هو أنه يوجد واحد علاقة تصالحية بين المورد والمستهلك وبين المورد في هذا القطاع هذا. مع الأسف الشديد إن هذا كيبقى دائما عائق وكيبقى دائما مشكل اللي كيخلينا بعد خطرات أننا نتجه للمحاكم باش نطلبوا الحقوق ديالنا، ولكن غادي يجي واحد الوقت وغادي يعرفوا بأنهم راهما خاطئين، غادي يعرفوا بأنهم هما راه في انعدام التواصل بينهم وبين ممثلي المستهلكين، ما كيزيدوا غير كيكبروا الهوة بين هذا الفريق والفريق الآخر، واللي كيخلي يكون واحد النوع من البغض والنوع من 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 من, من الحقد بين 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 هذه الشريحتين، في الوقت اللي خاصو يكون واحد الانسجام. واحد انتم دابا حاليا شفتوا في الندوه بانه الدول خصوصا الدول الشرق الاوسط كتسعى انه يكون عندها يكونوا عندها هو عندها حاليا وزارات ديال لو بونور ديال ماشي ديال السعاده. اذا ملي كنتكلموا على وزاره ديال السعاده فاحنا فتنا هذاك الشيء اللي خاصو يكون لزامي وقانوني. هما كيسعوا على اننا يكون عندنا او يكون عندهم هذا النوع من 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 المواطنين اللي يكون معامله ديالهم مع كيف ما كان الحال مع الموردين او لا مع الحكومه او لا مع الاجهزه الحكوميه، كيكون فيها واحد النوع من السعاده والاطمئنان، بحيث انه حتى لو كان خاطئ هذاك المورد او لا هذاك الجهه الحكوميه، فالمواطن او المستهلك خاصو يكون سعيد لانه غادي يعرف بانه راه في هذاك الخطا راه كاين اصلاح من بعد منه.